السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، كيف الحال؟ كي داير؟ مزيان صحيحة؟ الله يبارك في سيدي عبد الرحمن. عواش مبروك سيدي، مزيان هادي. الله يبارك فيك مولاي، الحمد لله ونشكروه. تحية لك، تحية للمستمعين الكرام، الله يسامح الدنيا والآخرة. عندي واحد السؤال، وعين شوية الدعم معي مع واحد الوالدة راه في طنجة، ودابا مع هاد العواشر عيان شويه الدعم. عندي كلاوي ما نقدرش نخدم، عندي الدراري واحد المراه عيانه شويه، وهذه مات لي واحد العائله الايام مات، وكان بات نحن الله 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 الله. كيفاش ماتت اخويا عبد الرحمن؟ كيفاش ماتت الوليد؟ الوليد يلاه زاد واحد الشهر ومات لي شي دابا 4 شهور، دابا متوفى لي، ودابا يما ما كتصبرش يعني عيان، نقول لها هذيك الطويه الجنه وكذا وهذه، والو ما كتصبرش. هذاك ان شاء الله شفيع يوم القيامه، هذاك يدخل الجنه، اول من يدخل الجنه يوم القيامه قبل الانبياء وقبل المرسلين وقبل الاولياء المقربين. ينادى عن الاطفال اللي ماتوا في المهد هم الاولين، فكيقولوا ادخلوا الجنه، فكيقولوا يا ربنا لن ندخل الا وامي وابي في يدي لانهما اولياء نعمتي، فينادى على امه وعلى ابيه فيدخلان به الجنه. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى واحد يسبقه، حتى هو ابتلي بنفس الابتلاء، حتى هو ماتوا ليه وليداته هما صبايا صغار. لا اله الا الله. ودعنا انا دكتور الله يرحم الوالدين ديالك، انا عيان شويه، عندي كلاوي هدايا، ما كنقدرش نخدم، وهذا ما نقدرش، عندي الدراري وهذه. دعنا الله يرحم الوالدين. الله يحسن عوانكم مولاي، الله يحسن عوانكم اخويا، يا ربي يشافيكم ويعافيك اخويا. جزاك الله الف خير، كنشكرك على التواصل ديالك، واسال الله سيد عبد الرحمن، اسال الله تعالى ببركه اسم الرحمن وباسم سوره الرحمن، يا ربي يا كريم يكون لك شفاء من كل داء ومن كل سقم ومن كل علة. الله يشفيك من الأمراض والأسقام والعلل، ورزقك الصبر والسلوان على هذا الوليد اللي ضع لكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في زوجتك ويرزقها صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر أيوب عليه السلام. قولي لها أنا لا، هذاك الوليد رحنا عارفين الفرق صعيب، وطرف من الكبدة يتحرق، وألم فظيع لا يعلمه إلا الله. ففي الرحمة التي وضعها الله في قلوب الأمهات والأباء، وهذه كتدل على أن رحمة الله واسعة. قل لهذاك الوليد راه ما ضاعش، راه كيتسنى وديعة عند الرحمن، ويعطى مقام الشفاعة يوم القيامة. وملي كيدخل العبد المؤمن إلى الجنة كيعطيه الله تعالى قصور تجري من تحتها الأنهار تتلألأ أنوارها، وكيقول ذاك المؤمن راه هو القصر ديالك، كيبان ليه نور يتلألأ. وملي كيمشي كيبغي يدخل الباب ديال القصر كيخشى ان يفتح، فيطرق الباب يستفتح، فيفتح له الباب، شو اللي كيلقى على عتبة الباب؟ كيلقى ذاك الوليد اللي ضاع ليه، كيلقاه هو اللي فتح ليه الباب، حي يرزق. وكيقول لي الله عز وجل هذه وديعتك اعدتها اليك فخذها. وديك الساعة ربي كيتكلم معنا عيانا، يتكلم معنا مباشرة كما تكلم مع موسى عليه السلام، بل ونراه رأي العين. سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قل لي غير ما تحزنش بزاف، الحزن طبيعي، ما نهيهوش على الحزن، الله يحسن العوان، الكبدة حارة، ولكن قل لي تفكر بأن هذاك المولود راه ماشي في الخلاء، راه عند الرحمن ضيفا مكرما معززا. والله سبحانه وتعالى يقول لجبريل وهو أعلم به، ماذا قالت أمتي حينما أخذت لها فلدتك بيدها؟ كتقول يا ربي حمدتك وشكرتك على كل حال. فيقول الله تعالى ابن لها قصرا في الجنة عظيم المقام، ويسمونه بيت الحمد. وأسأل الله تعالى أن يشدك أخي عبد الرحمن، ويمتعك بالصحة والعافية، ويرد لك الوالدة ردا جميلا، ويحفظ أهل طنجة، الله يحفظهم جميعا من هذا الخطر وهذا الوباء. نسأل الله تعالى أن يجعل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تكون عليهم جميعا حصنا حصينا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ودائما ملي نخرجون نذكروا الله تعالى ذكرا كثيرا، على الأقل نقول حسبنا الله ونعم الوكيل 7 مرات. اللي بغى يخرج من الدار ديالو وغادي للعمل أو غادي للسوق أو غادي للمصنع أو غادي للحقل أو أي مكان في تجمع بشري، نقول 7 مرات حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. 7 مرات كتكون في ضيافة الرحمن وفي حصنه الحصين.
وتمشي وسط الخطر وربي سبحانه وتعالى يقيك. ليس معنى هذا انني نشوف الخطر وارتمي في احضانه، لا، المقصود نتجنب، ولكن كنقول هذا الذكر زيادة في الحفظ، والله تعالى خير حافظة. فنسأل الله الكريم، نسأل الله المتعال، نسأل الله الحنان المنان بفضله وجوده وكرمه أن يعجل لنا بالفرج. اللهم يا ربي يا كريم، إن كان هذا الفيروس الذي أصابنا وأصاب العالم بأسره بسبب خطايانا وبسبب ذنوبنا وبسبب عصياننا وغفلتنا وتفريطنا، فنحن يا ربنا نسألك يا مصرف القلوب أن تصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك واغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم إن تبنا إليك توبة نصوحة تغفر لنا خطايانا واغفر لنا جهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. يا رب اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا رحمن يا رحيم، اصرف عنا هذا الوباء، اصرف عنا هذا البلاء. يا رب إن كان هذا غضبا من عندك فقد تبنا إليه. اللهم لك أسلمنا، اللهم بك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك بعزتك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت، نسألك اللهم أن تصرف عنا هذا العذاب وتصرف عنا هذا البلاء. اللهم إن هناك بؤر كل مرة نسمع بأنها تتزايد فيها عدد الضحايا والمصابين. يا رحمن يا رحيم، ليس لنا رب سواك. نسألك يا مولانا أن تفرج عنا وتفرج عن جميع عبادك في كل مكان. نعوذ بك يا مولانا من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله، املأ قلوبنا بالإيمان واملأ صدورنا باليقين. اللهم واملأ وجوهنا بالنور، واملأ عقولنا بالحكمة، واملأ أبداننا بالحياء، واجعل القرآن الكريم شعارنا والسنة المطهرة طريقنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، ثبتنا على نهج الاستقامة. اللهم أعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة. يا رحمن يا رحيم، يا عظيم السلطان، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، نسألك اللهم أن ترزق عبادك الفقراء والمساكين رزقا واسعا. اللهم إن هذا الوباء قد أغلق عنا ما نافذ الرزق، وإن الكثير من عبادك يعانون من قلة الرزق بسبب هذا الوباء الذي أغلق المنافذ. نسألك اللهم يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، ويا واسع العطاء، ويا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، ويا حاضرا ليس بغائب، ويا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، نسألك اللهم أن تعجل لعبادك أجمعين بالرزق الحلال الوفي. اللهم ارزقنا رزقا وفيرا حلالا طيبا. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. نسألك التيسير يا رب العالمين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال. يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال. أنت المقصود بكل حال. اللهم إنا أسلمنا وإليك عليك توكلنا، يا قادرا على كل شيء، يا رحمن يا رحيم، يا رفيع الدرجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا ذا الرحمة الواسعة وذا الفضل والنعم وذا القوة المتين، يا من عنده مفاتيح الغيب. اللهم يا رب العالمين، فرج عنا أجمعين. اللهم فرج الهم عن المهمومين. اللهم فرج العم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحمنا وجميع المسلمين. يا حنان يا منان، سبحانك، سبحانك يا منفس عن كل مكروب، سبحانك يا منفس عن كل مديون،
سبحانك يا مخلص كل مسجون، سبحانك يا مفرج عن كل محزون، سبحانك يا عالما بكل مكنون، سبحانك يا مجري الماء في البحر والعيون، سبحانك يا من جعلت كلمتك بين الكاف والنون، سبحانك يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانك يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ففرج عنا الهم، اللهم فرج عنا الهم، اللهم شافنا وشافي مرضى المسلمين يا رب. كل من كان مريض وكل من كان سقيم وكل من كان عليل، أنت طبيبنا وأنت معالجنا وأنت دواؤنا. اللهم شافنا في المنام، اللهم طبنا بالليل ونحن نيام، واجعلنا نستيقظ صباحا وقد ذهب عنا الهم والمرض والسقم. يا حنان يا منان يا عظيم الشان، اللهم جبر كسرنا، اللهم قوي شكيمتنا، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وعقولنا، وارزقنا يا رب العالمين جسما سليما معافا من كل داء وسقم. ونسألك اللهم يا رحمن يا رحيم أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم ارحم جميع أمواتنا، اللهم اجعلهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلهم في أعلى عليين، اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، واجمعنا معهم مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.